يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. يا أهل التوراة والإنجيل، لم تشهدون بآيات الله التي أنزلها على رسله في كتبكم؟ وما الذي دعاكم إلى الكفر بآيات الله؟ ألم تقرأوا في كتبكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو النبي المنتظر، وأن ما جاءكم به هو الحق من ربكم، وأنتم تشهدون بذلك وتعلمون صدقه وصحته علم اليقين، ويسر به بعضكم إلى بعض بذلك، ولكنكم تنكرونه؟ يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟